صلة الرحم هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي من جملة هي جزء من منظومة مقاصد فيها سعادة البشر. بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الجوار، الوفاء بالعهد، التعاون على البر. هذا الإنسان في الإسلام مطلوب منه أن يكون خيرا لنفسه وللآخرين، وإذا كان كذلك فهذا الآخر اللي هو المطلوب منه أن يتواصل معه بخير يتفاوت حقه قربا وبعدا، يتفاوت حقه يعني عظما وقلة بحسب قربه وبعده. فأولى الناس بالبر بعد أن يكون الإنسان يعلم أنه مطلوب منه البر مع جميع الناس وحسن الخلق مع جميع الناس، أولى الناس البر الذين تربطهم بك صلة رحم. والرحم هي المكان الذي ينشأ فيه الإنسان عند خلقه، رحم أمي، ولكن الله عز وجل اشتق لهذه الرحم اسما من اسمه وعمم المعنى على كل من تجتمع معه في نسبه. نعم. سواء كان قريبا كالأخي والأخت والعم والعمة والخال والخالة وابن الأخ وابن الأخت أو بعود عن ذلك، فكل من بينك وبينه رحم مطلوب منك أن تبر به وأن تحسن إليه وأن تتحمل أخطاءه وأن تجعله دائما تحت نظرك. نعم. وبصلتك له يصلك الله عز وجل. نعم.